مرحبا. طقس شتوي متقلب ودافي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب منخفض جوي متمركز فوق مصر حامل معه كتل هوائية جافة وحارة عم بتأثر على مناطقنا، ثم بيتحول بدءا من بكرة الأربعاء إلى ممطر. الحرارة اليوم مرتفعة فوق معدلاتها السنوية، رطوبة منخفضة، البحر معتدل الموج وحرارة مياهه 18 درجة. اليوم طقسنا غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها لمثل هالوقت من السنة واللي ممكن تتخطى 25 درجة خلال فترة الظهر، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، هبوب رياح قوية حاملة غبار ممكن تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر بالساعة ورح تؤدي لسوء رؤية، وبيبدأ تساقط الأمطار اعتباراً من الليل خصوصاً بالمناطق الجنوبية. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 702 ملم، السنة الماضية 547 ملم، والمعدل العام هو 790 ملم. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12 درجة، على المرتفعات 9، بالبقاع 7، وبالأرز 3 درجات. نبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 19، زغرين 18، جبل محسن 22، العقورة 15، 13 بعرسال، 22 جونية، بعبدات 19، زحلة 14، مختارة 15، وصغبين 17 درجة. رطوبة تتراوح بين 25 و 50%، حرارة سطح المي 18 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 10 و 50 كيلومتر بالساعة، رياح عم بتكون شرقية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الثلاثة بتتراوح بين 12 و 24 درجة مع تساقط أمطار، الأربعاء بين 12 و 20 درجة، ونهار الخميس بتتراوح بين 11 و 18 درجة وعم نشوف تساقط أمطار. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع الكويت و 25 درجة، عمان 29 بالقاهرة، تونس 21، أثينا 18، روما 16، وباريس 8 درجات. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.